عاملين ايه يا جدعان؟ النهارده معاكم مروان عمر. انا اسمي مروان عمر، انا قلت اسمي مروان عمر تاني. انا اليوتيوب بتاعتي، الشانل بتاعتي اسمها ذا بيس، بعمل محتوى جيمنج. ان شاء الله في المستقبل ممكن نعمل اي حاجة تاني. والنهارده حبيت اعرفكم على نفسي واوريكم اللوكر بتاعتي فورتنايت. والنهارده انا، بصوا انا ما عنديش يعني حاجات كتيره قوي عندي في اللوكر، مش عارف ايه اللي عامل ده كله مش ماتش خالص مع بعض خالص. فانا مش هوريكم دولت الاربعه علشان دولت يعني مش مهمين قوي. هوريكم السكنز اللي عندي. خلينا نبتدي من تحت. ريكون رينجر السكن ده بحبه لما باجي اخش العب ارينا الكلام ده. العب جرين جينج سيونا. انا بصوا انا مش هقول، لو ما نطقتهاش عدل محدش يقعد يبعت لي انت مش بتنطق الكلام عدل والكلام ده ومش هتعرف تتكلم انجليزي والكلام ده. انا بحاول، ده ما ينفعش اغلط فيه. سكال تروف ما ينفعش اغلط فيه. سنو ماندو السيزون اللي فات بتاع كريسمس ببلاش. تارانا انا مش عارفه انطقها كويس دي كمان، فمحدش برضو يقعد يبعت لي انت مش بتعرف تنطق انجليزي كويس الكلام بتاعك ده. فروست سكواد ولي انا عارف ان انتوا مش هتعرفوا تشوفوا من فوق كويس عشان الشاشه عندي مش عارف مالها، بس لو انتوا عايزين تشوفوا السكن كده برضه هو حاجات من هو. انا مش بدوس عليها، ايه اللي بيحصل؟ يسكن من فوق. سكوبا جونزي ريس ريس تراك ده انا بحبه قوي. اوشن نيف مانكيك ايجنت جونزي جولز كيت كوندور لكسا. مش عارفين، مش عارفة انطقه بصراحة صعب. خلينا نحاول. التي ايفرجرين 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 توني ستار جينيفر وولترز شي هولك يعني شي جروت دكتور دوم لارا كرافت اكوامان ذا ساينتست ده واحد من السيفن كان ببلاش في سيزون اكس. لما الاكونت ده جالي انا اكتشفت ان السكين ده من سيزون اكس كان ببلاش واحد من السيفن. انا اكتشفت ان اول ما الاكونت ده جالي بريديتور منس فيد اترنال لايت اترنال نايت نايت ايه لايت ماندلوريان. انا عايز اسالكوا يا جدعان، انا هنا بيقول لي كومبليت ذا باسكر كويست تو ابجريد ماندلوريان ارمر. هي شكلها جليتش بس انا مقفلهم كلهم، مش حاجه مش مقفلها. الباكلينز بيس كام باك صح، بس في حاجات ما ينفعش تشوفها عشان هو عنده كي فمش هنعرف نشوفها. زي سكان كده سبايدز شيلد سبرايز في جيفتر سنو كريست. انا مش عارف البتاعة دي جالت لي امتى بس
شكلها حلو. سنو كريستي دي انا بس عليها كتير. سبايرز باكت اسمها دي وايلد هارت اسمه برضو غريب. 2020 كيك كيك لما ساعد فورتنايت لما تم التلات سنين هو عادي ان احنا نقول على لعبة تم التلات سنين بتاعت روكت ليج. دلوقتي في اللاما راما بتاعت روكت ليج وممكن تكسب من عندها جوايز كتير قوي. ان شاء الله ممكن بعد شوية بوريكم ايه هي الميشنز وسهل قوي ان انت تنزل روكت ليج. بحط لكم اللينك في الديسكريبشن. ميني مون بتاعت الليكس اللي هي الميجر جنزي فيل باك جوست بورتل بتاعت السكولبس داينامو براك سويت ليد باك دي بتاعت الريد سترايك بلاستري باك دي ساعة لما مايدس رجع كان بوست بريكفاست باونتي ديب دايف داينو ديب بيتش باك بورد ذا سيث دي بتاعت مسات ستار وورز ذا تشايلد بيبي يودا وولفرين تروفي. معرفش ايه اللي هنا فيها تروفي يعني بس يلا. ثور كلاس سكيلز اوف جاستس ساتلين جروب روكتس انتوا مش هتشوفوا كويس وهنطلع بره مش عارفه بره بس هو الظهر احسن برضه من وشه. دي بتاعت ستيك ستيك سكون ايرون مان دي بتاع دكتور دوم. الحمد لله هيجي دكتور دوم دي برضو بتاع دكتور دوم. يعني هو في كان حاجتين دكتور دوم دي بتاعت روكت ليج اللي هي بتاعت لاما راما بتاعت النهاردة. كل الناس ببلاش اللي يخش يلعب روكت ليج ويخلص التشالنج سهلين جدا. هبوريكوا ازاي في فيديو قريب. سيرفايفور باك سوبريم شل مش فاهم ليه دي تبقى الشنطة بتاعت اكوا مان. ممكن يعملوا اي حاجة تانية. ستارز سورج دي برضه بتاعت الراجل اللي هو بتاع ذا سيفن ده. شيلد اوف ذا مايتي انفينيت بلوم هانترز تروفي دي بتاعت بريديتور دي بتاعت النايت اترنال شيلد ودي كانت ببلاش في سيزون 2. بيكاكسس يعني بص انا هاخدها بسرعة بس عشان مش عايزكم تزهقوا. لو في حاجة ما وريتها لكمش عدل قولولي علشان لو في لايف قريب ان شاء الله. انا بعمل كده علشان اعرف اوريكوا دي مش مهمة دي كمان مش لازم نبتدي من تحت من الانوكس. مش هوريك الستيكرز الكلام ده عشان تصحش الديفولت. تيك ذا كيك بس احنا هنطول لو يعني
أطول لو أنا نزلت وريته كل واحدة كده. يوكس كوين دي كانت بزيرو في بوكس في السيزون اللي فات. ريسبكت ذا بيس على اسمي فورتنايت عامل الهالي بارتي هيبس. ليه كل الستيكرز دي؟ أول مرة أعرف إن أنا مستكشف سبيس. هو طبعا مش كتير قوي بالنسبة للناس بس أنا بالنسبة لي أنا كتير. دي لما تقتل حد عشان تبقى توكسيك تروح تمسح وراه. دي بتاعت فانس دي احلى واحدة عجباني في السيزون ده هي وواحدة تانية. دي اكتر واحدة روعة بس لا 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 عشان انتوا مش هتعرفوا تشوفوها من هنا سوري خليني اشوفها بره. دي بتاعت لارا كرافت. مش معنى بتعمل زوم اوت في الحاجات الترفرسل والحاجات التانية بتعمل عشان ايه؟ لوكر شوكيس و اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.